عزيز، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام السلام عليكم. خويا. وين لقيت المباشر خويا؟ هنايا بغيت ندوز مع السيد. واه راه كيف المباشر، غير الاخت جليلة عندك المباشر شاعل، نقصي له شويه باش ما داكا ترجعيناش الصوت. داكا خويا، ديما راه كنشوفكم ديجا راكم درتو لي بلوكي بلوكيتني في الفيسبوك. الا كان بلوكيو اللي كيسبوا واللي كيطيحوا الهضره، كان بلوكي هما الاخت ديالي. انت فين كتسكن نتايا؟ في هولندا. ودابا الا كنت من هذوك اللي كيسبوا الاخر، كنطلبوا لك الهدايه. اللي كاين لا شي لا حاجه، شوف اسمح لي لا لا، نكمل معليش بالفكره. تسب. ايوه كاين شي فكره نناقشوها باحترام، والاخر راه بنادم ماشي المستوى غير المعيور وبسبان بالوالدين ومن الصمت من التحت. راه كاين نمرة الواتساب، عندك شي حاجه مثلا، هذه رساله للعموم وماشي ليك انت نواها. انا ما واخا دز كنسبش، انا الافكار. غير بلوكيتني حيت هضرنا، لا هضرت لا في غير شي حاجه واخا كتبتها وانت شوف بلوكيتني، ما عجبكش الحال. شوف نكمل لك الفكره ديالي، نخلي لك كامل الحريه تهدري. مثلا انت الاخت راكي ضد الافكار ديالي، ما كاين مشكل، هالنمرة الواتساب طلع ناقشي. علاش المعيور؟ واش حنايا هذيك البلاد محزمه غير بالبلطجيه؟ قرا ما هاد ماشي هذيك الشيء. انتينا مثلا عايشه في فرنسا، كنشوف النمره ديال فرنسا ياك، واش كتشوفي فرنسي كيعاير خوه الفرنسي بهذوك الالفاظ المنبطحه؟ ما يقدر كاينش، يقدر يقدر. قليل قليل، ماشي كاع بحال الشيء. راهم هنا في التعليق هنا لا واحد خويا اسمح لي، تا هما منك مي كنكونوا نهضروا على شي حاجه ما تعجبهمش، راه كينوضوا حتى للرؤساء ديالهم. كاين عندهم الحقوق في الكلام، ويديروا اللي بغاو، يوصلوا ها حتى ضربوا ان ضربوا الرئيس ديالو. هاي وفي فرنسا هولندا عنده الحق، كل حتى شيء هنا عنده الحق، يعاير ويسب ويضرب، هاي حنا في ضربوا بالبيض وضربوا. وهنا في هولندا، حنا الملك ديال هولندا، انا عندي الحق ننتقده مباشرة هنا في المباشر. عادي ايه جدا، ما يعني غاديش انت تجي وحدك. صطافيت في الصباح تجي ترميني ديني في الحبس كما كيديروا في البلاد، في الوطن اللي كيسميوا له الوطن. لا تحنا البلاد اخويا عندنا الحرية ديال الهضرة. دابا الله بغيتو اكبر. تعرف، عندنا الحرية، الناس ودابا كتهضر، ها دابا ولكن كنافقوا شي اش نقول؟ شويه، دابا كنافقوا لا ما تقول، ما نافقوش. حنا عندنا دابا كلشي كيهضر، كلشي كيتكلم، حتى واحد هضر. ما كيجي يديه، ولكن الا وصلوا لواحد الوقاحة بحال داك الوسخ اللي دا كيديروا جي وحدين، كيوسخوا الصورة ديال المغرب وعندهم الحق. راه حتى حنا هنايا في اوروبا كتكون شي حاجة ماشي عجبتهمش، كيدقوا عليه، كيجيو يديوه. ما كنوسخوش عندنا نقول اف نفس حاجه، القانون. ماشي كيوسخوا السوق. المشكل اللي عندكم انتوما كصحاب الكوم، حنايا عندنا المشكل مع المغرب، هذاك المغرب على العكس. العكس علاش حنا عندنا المشكل مع هذيك المسيرين وما بينهم هاد محمد سته الملك ديالكم، هذا محمد هو ستة، المشكل اش نقول ديالنا. لك؟ ونقول لك علاش محمد الا سقسيتيني، نقول لك علاش ومن حقي. واه حقك، قول لي علاش. نقول لك علاش على المشكل مع هذا محمد السادس، ولا العلويين بصفه عامه، مش غير هذا العلوي، ايه قاع المملكة يعني. مش هو باه جدو جدو كاملين، بالخصوص حنا زيد الريافه الاخت ديالنا. يمكن سمعتي على واحد الحاجه سميتها حراك الريف ياك؟ أيه كنسمع. ايوا، خرج واحد السيد سميتو محسن فكري الله يرحمه، خرج داو له الحوت ديالو، بغاو يرموا له الحوت ديالو في شاحنة الأزبال، نقص بغا يجيب الآخر ديالو ينقذ الحوت ديالو اللي ترمى له في شاحنة الأزبال، دكاو عليه قتلوه طحنوه ياك. خرجت سكينة الريف بدات كتندد بهذاك المنكر اللي وقع. من بعد خرجت شفتك. الساكنة ما بينهم الأخ ناصر الزفزافي كيطالبوا بالمطالب العادلة ومشروعة ما بينهم، المستشفيات، العيش الكريم، يعني باش اللي خصو إنسان كي حنا هنا في أوروبا، عندنا الخدمة، عندنا المستشفيات، إلى أمر بنادم عنده كل شيء ياك. من بعد شنو دار؟ 7 شهور ديال في الشارع سلمية، ما هرسوا ما داروا حتى شي حاجة من هذا القبيل. شنو دار السي محمد السادس؟ عطى الأوامر تشدوا هاد أبناء الريف وتحكموا ب 20 سنة السجن،
ماشي غير سجنهم، واو يعني شكون اغتصبوا هما اللي ماتوا، يسجنوا؟ واش اغتصبوا، كيتحكموا باسم جلالتكم الملك. هادوك الاحكام كتعطاو بالاسم ديال سيدكم. سجن واش اللي قتلوا داك السيد، ولا شكون اللي سجنوا هادوك الدراري اللي استنكروا هذاك الشيء؟ ناصر زفزافي، نبيل عبجيق، الحكيم، محمد جلول، الدراري اللي استنكروا هذاك الشيء بداو كيخرجوا في الشارع. يعني اللي خرجوا المظاهرة ضد هذاك الراجل اللي قتلوه. الراجل وكانوا كيطلبوا المطالب ديالهم، الحق ديالهم من الثروة. ايوا ايوا يعني حتى هذا الشيء راه كنشوفوه هنايا. ها حتى هذا الشيء راه كنعيشوه هنايا، كنعيشوا هنايا. الا خرج بنادم للشارع يطلب بالحق ديالو يديو 20 سنه في فرنسا. شوفي شي مرات لا لا لا، غير جاوبيني على المظاهره. حتى المظاهره راه، شوف راه اليوم دركي راه حنا في هذه الساعه، راه الناس كيهزوهم من الزنقه وكيديوهم فين للحباسات 20 سنه. راه كاين حتى 50 سنه، واش بقات عايف 20 سنه؟ ايوا ما بقاوش. الاخت ديال اللي خصنا ما نكونوش منافقين. دابا في هذا الوقت حيت غير المنتخب راهم دايرين مصيبه. شوف قال الله تعالى، قال لك انصر كلمه الحق، قام دايما حتى شي حاجه. قرا اللي عندنا ما نربحوا والو من هذه الدنيا غير ما نصر كلمه والو. الله تعالى قال لك الا شفتي شي منكر خصك تستنكريه. اللي تبغي الراس بغيه لاخوك المسلم، هذه راه هي وصايه الله تعالى الاخت ديالي. علاش كنتهربوا من الواقع؟ وتقول لي راه حتى ما كنتهربوش من الواقع. انا غادي نقول لك اخويا، حتى من هنا كيضربوا. اسمح انت لي بغيت هنا كتقول لي هنا فرنسا كيضربوهم 50 سنه، هذا نفاق ماشي معقوله. الاخت ديالي كنقول لك الدراري ديالي ماشي غير في 2016، 58 59 السفاح الحسن الثاني المقبور المجرم، اغتصب الامهات الريفيات، جاب دخل عليهم، بدا كيغتصب عباد الله، حرقهم في 1926. كان عندنا دوله ديالنا، دوله جمهوريه ريفيه ما كانش كيتظلم فيها البشر. شنو داروا هاد العلويين؟ تحالفوا مع الاستعمار، مع الكفار، مع الاستعمار الفرنسي، والاستعمار الفرنسي ضد من؟ ضد خوتهم المسلمين. يعني هاد العلويين الاخت ديالنا ما راشي حنايا كنجيو كنظلموا عباد الله. انا عند التاريخ اللي كيقول هاد الشيء. وحنايا التاريخ فات. دابا شنو شوف الا بغينا نجيو على التاريخ غادي نوليو حنايا ما نعيشوش هنا عند اوروبا، لان التاريخ اوروبا هي اللي كانت تطحن فينا. اوكي، وما نجيوش عندها هنايا وما نسكنوش عندها وما ناكلوش عندها. ولك تاني بتحالف هاد العلويين الاخت ديالي، هاد العلويين اللي تحالفوا معاهم الجدود ديال هذا. في الحقيقه حقات نرجعوا ليه وندابزوا مع الدنيا وناكلوا، ما نجيوش هنايا عند هادو، لان واخا هادو هما اللي حتى هما كانوا يستعمرونا. هما كانوا يجيو عندنا تما ويستعمرونا ويقتلوا فينا، ما خصناش نجيو عندهم. عبد الكريم الريافه في هذيك الوقيته رفضوا التحالف مع هذا الاستعمار. رفضنا مولاي محمد عبد الكريم الخطابي رفض التحالف. كان فرنسا علاش انت بغيتي تجبد التاريخ؟ قلت لك التاريخ الا جبدناه راه شي ما يشوفش. مجازير الاخت ديالنا، المجازير دابا حتى اليهود ينساو، دابا حتى اليهود ينساو شنو دار فيهم هتلر. دابا كيديروا في 5 ماي كيديروا هذوك الذكريات الاليمه. كيفاش دابا؟ واخا ايوا هي غادي نبداو حنايا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من معركه احد وحنا جايين ونجيو لاصحاب قريش. من قريش وحنا نهضروا. واخا نخليو الماضي، نجيو غير 2016. يلا نخليو 58 59، نخليو هذوك المجازير. اخي انتما بغيتو بغيت انا غادي نقول لك الخلاصه. انتما كالريافه بغيتو ان الملك يتهز ويجي رئيس، هذا هو اللي بغيتو ياك. احنا بعدا في الريف خصنا نسترجعوا السياده ديالنا. السياده هي الجمهوريه. علاش الجمهوريه؟ يعني يجي رئيس بحالنا، بحال تونس، بحال الجزائر ياك. بحال فرنسا نقولوا جمهوريه. ما تقوليش فرنسا، فرنسا اوروبا حنا بعاد عليها، لان لا احنا دوله اسلاميه. جمهوريه بحال فرنسا، ما تمشيليش الانظمه الديكتاتوريه. اوكي، جمهوريه. واش هي جمهوريه؟ فيها رئيس، فيها رئيس كيحكم. الا ما خدمش الخدمه ديالو عنده 5 سنين يجمع شراوته. يعني ويجي واحد اخر كما كيديروا كاع الناس. واخا
كما كيديروا كاع الناس، كل ايوه شي 5 سنين ويجمع راسه ويمشي. هو اي واحد غادي تجيبه في بلاصه الملك غادي يبقى يجمع الفلوس لمده 5 سنين ويمشي، هو توا ماذا بيه وما ياكل حتى واحد من لا الشعب، لا وشغله في الشعب لا لا، احنا الريافه عندنا شكون يحكم بالعدل؟ عندنا لحقاش يا كما قلت اخي. لك. شوف شكون هو فهمني، هذا اللي غادي يحكم شوف بالعدل؟ كاينين 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 اصلا كاينين امه راهم في محمد الحبس، تحكموا في 20 سنه د الحبس، كاينين كاينين هذوك هذوك اللي الديار تحكموا يا اخي كاينين. اسمعني، كاينين كيفاش هذا كاين كاين؟ واش غادي تجيبوه من الحباسات وتعاود تخليه يحكم الدوله؟ الحباسات هذوك الدوله راه تحكموا خاصه ظلما مواليها. وعدوانا، تحكموا ظلما وعدوانا، انا الاخت ديالي وراها الدراري واخا حكما وعدوانا، ظلما وعدوانا، ما غاديش دابا احنا ما غاديش تخرجه دابا في الهضره ديالك ولا باللايفات، غيتخرجه تخرجوا بزز عليهم، ما كنفضحوهم مع المنظمات الحقوقيه، مع البرلمانات الاوروبيين، كنديروا هنا مظاهرات. ايوا شويه هادي دوله امير المؤمنين مظاهرات. كانت هي ما دير المظاهرات، لان اصلا الدول الاوروبيه ولات عايشه بالمغرب، بحال عايشه اسبانيا نهار اللي بالمغرب. ايوا ريدت مع اسمعني نقول لك، المغرب اليوم بقات كيوقع، حاصله. شوف شوف دابا هادو كيعيشوا من المغرب، حنايا كنفضحوا هذاك اللي كيعيشوا معاه هاد الاوروباويين. اليوم غدا يوقع الضغط، الاخت ديرها مزيان حلقه في اذنك، اليوم غدا يوقع الضغط، اوه هذا صافي تفضح، هاد الديكتاتور تفضح، اقسم بالله العظيم هاد الاوروبيين ما يعقلوا عليه. ياك القدافي كانوا كيبوسوا اليدين والرجلين، واش عقلوا عليه اليوم؟ ما عقلوش عليه اليوم لحقاش. راه هذاك حيت رئيس، اما ايوا الملك ما اسمعني نقول لك، كيقدروش اسمعني يوصلوا له، الملك اسمعني، يبقى مملكه تبقى ديما ما قويه، تهربيش اما الرئيس غادي يديروا لك بحال صدام، يشدوه بكورده ويطحنوه، كي فهمتني؟ رئيس هكا كي غادي يدير له الشعب، غير الشعب، غير هادو الشعب غادي شوف، يشدوه هادو فيه. تكون رئيس تكون وزير تكون مالك، غير يلقاو واحد صافي المصالح ديالهم مهدين، غادي يجوا يجمعوا له الحساب. وهاد ما غاديش تقدروا تسيروا دوله، اصلا ما ما كانش حتى نقدروش، واحد اللي غادي يقدر يسير دوله ولا يعطي الحق لشي فقير. علاش انا نجيك غير مكه، روح لمكه ياك، يعني قلت كفى مكه فيها قبر النبي وبيت ابراهيم. ايوا وهي قال لك ابراهيم دعا ان ذاك البلد يكون امينه، يعني بلد مطهر، فين راه العدل تما؟ ياك يعني الفقر قاتلهم، ايوا عندهم غنيين بالبترول، هل عطاو شي هادوك حقوق الاخت، للناس؟ هادوك الباكستانيين مساكين، هادوك قول لي الهنداويين، ماشي بحال هادوك هادوك اللي عندهم شي كيعيشوا حقوق؟ هذيك الفقر، هادوك اللي كيعيشوا عندهم الفقر والتهميش هادوك. بحال في هاد انا قطر، نقول لك ماشي اكثر من مكة اللي 5000 فيها واحد الاسلام، انت بما كتهضر بصفة الاسلام، حنا كنهضروا بلد اسلامي شوف كبير الاخت، شوف عالميا حنايا ما اللي كنمشي. كنخلطوش ما كنخلطوش الدين مع السياسة، ما ايوا كنديروش راه بحال انتم اللي بغيتوا كيدير، ما الاسلام، راه كنديروش بحال اللي كيديروا الدين سيدكم اللي كيقول لك امير المؤمنين باللي هو جدو رسول الله. واش امير المؤمنين عنده الشعب ديالو ولا ولادو كيتغطاو في الشارع بالكارتون ولا الاخت ديالي؟ لو كان هذا امير المؤمنين يقلع من المال الشخصي ديالو يعطيه للشعب ديالو، انا عنده الملايير المليارة، بلا الفوسفات بلا الثروات داكشي السمكية، شغله هو، ها داكشي كيفاش شغله شغله؟ هو، ماله ولا انا خاص، نحاسبه؟ راه ورثو، ورثو من جدوده وجدوده، كيفاش شكون ورثو هما؟ هذيك الفوسفات؟ ماشي ورثو هذيك الفوسفات ديال الشعب، هذيك الثروات السمكية ديال الشعب، كيفاش؟ واه بصح عرف باللي واش راه يدير بيه، راه داكشي كيتباع، يباع ويشترى، تشري بيه يباع وتبيع وتشري يشترى. وتبيع وشكون هو وتشري، المستفيد؟ ياك شكون هو ياك شكون. المستفيد؟ واش ولكن راه حاجة أخرى كيديروا بيها، داكشي واش كيمشي هو كيستافد الشعب يشتا من على هذاك الشعب. الشيء؟ واش كيستاب ياش امير المؤمنين كتبغي حنا تدخلي عندنا لي شي حاجة واش بحال بغيتي أوروبا؟ تدخلي ليا في الاسلام امير المؤمنين عمر المخطب أنت يا رضي بغيت، الله أنت عنه بغيت تدخل في وارضاه؟ الإسلام، ها ها أنا ما بغيتش ندخل في الإسلام، أنت اللي قلت لي هذاك ايوا الشيء، واخا عندكم المهم، أنتم ريفي واخا متقي الله واخا ويعطي واخا الحقوق، واخا. دابا ياك هو اللي متقي الله، ده هذا كافر متقي الله، هو يكون عنده الإسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حتى هو كان امير المؤمنين، ياك أمير المؤمنين هذاك راه كانت عنده خزانة المال ديال ايوا المسلمين، ايوا كان يحافظ عليها، وكان اللي بغى شي حاجة كان يدي منها. كان كيعطي للفقراء، وكان كان كيمشي هذاك الشيء، كان كيمشي هذاك الشيء. كيصلي، كان كيمشي شوف كيصلي بلاخور جلاب مقطع ولا لا؟ أنت بغيتي 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 واحد دولة إسلامية تكون أوروبية، هذا هو اللي ماشي بغيتي. دولة إسلامية راه طبع لكم على الصهاينة، كيفاش؟ اش خل اللي لا فيها؟ ماشيش، راه اوروبا حتى هي مطبعه، علاش ما درتيش؟
ايوا دابا عاود صافي ما بقيناش ندو لا انت دابا راك ساكن عند ناس مطبعين وعندك جنسيتهم يمكن علاش نتايا تاخذ هذه الجنسيه ومطبعين معاهم علاش نقولوا هادو كفار نقولوا هادو كفار كيوقفوا مع ماشي كفار لا 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 ماشي كفار هم ما عندهم كتاب قال عياشي والله ما تار مخوبرين الكافر هو الملحد وهو الكافر الذي لا يؤمن بالله واخر. اما هما عندهم كتاب واخا واخا ايوا ما كان دابا ما متفاهميش حتى في الحوار عييتيني لا متفاهمين متفاهمين الحوار شوف غير الحوار المشترك الاخ ديالي بغيتو ان يكون رئيس وهذا الرئيس بغيتو يكون جمهوريه بحال هكا هادشي اللي بغيتو الرئيس يكون اوروبي يعني يجيب لكم القانون الاوروبي نهبطك استنى ما بغيتش نهبطك لا الدراري كيقول لي هبطي هبطو ما بغيتش نهبطك علاش تهبطني حيت انا باغي نقول لك لان حتى واحد غادي يقدر يدير الحقوق ديال اوروبا في بلد اسلامي واستنى الاخ ديالي بلد اسلامي بلد اسلامي ما تهربيليش الله يرحم لك الوالدي احترمتك علاش واخا عياشيه عارف احترمتك لحقاش كتهضري بالاحترام انا حنايا اهل الريف اهل حوار ناقشك ما نتهربوش بالحوار هاد الحاجه ما خصكش تهربي من الاسئله ديالي انا ما كنقول حتى حاجه انا ما معي انا ما عندي حتى شي حاجه كنعبدها فهمتني انا كنمشي انا كنهضر في الحق انا كنقول لو كان واحد النهار يجي رئيس يا ويلنا اقسم بربي الكعبه الا متنا عندنا واحد الملك نقول اللهم بعد مالك ورحنا مريحين لا حنا مسلم يقتل المسلم بحال سوريا ولا مسلم يقتل المسلم بحال المسلم بحال العراق هادو كلهم ولاو نار ولاو تحرقوا واخا بلادنا فيها الامان اللهم ما نجاوبك انا ما كتخلينيش نجاوبك ولا نهضر كاع كتقول لي سوريا والعراق ما كتشوفيش واش تحرق ايوا اسمح لي اسمح لي نقول ونخلي لك تهضر قال هذيك المسألة ديال التطبع تهربتي ولكن تاني معلش نرجع لا ما تهربتش تطبيع تطبيع شكون كلش راه مطبع كاين شي واحد ما مطبعش وريه لي كادو يا غيث ما تشخت وخليني نكمل لك الأخت وانت كتقول لي راك تهربي يلا جاوبني جاوبني واخا ترى هذا اللي ما مطبعش كلش طبع وطبع من الدور والقدام واش باقي هذا والله الا خروضتي لي الراس اسمح لي غير انا كنقولوا هضره كنمشي للموضوع ما كتقولي سوريا انا ماشي معك في هاد ابو زعتره استسمح هاد امير المؤمنين ولا هاد محمد ستة ياك كتقول بعدا ما وليناش بحال سوريا والعراق الحمد لله ياك سوريا والعراق كيجيو بها كيغامروا بالحياه ديالهم في قوارب الموت واه يا ودي واه كاين ولي صحابك انت يا اوروبا باش راه عامره واخا واخا قوارب الموت هذوك راهم ساكن كيدوروا غير فين يلصقوا كيمشيو يدخلوا للدول باش يهربوا باش يخدموا اي دوله اسلاميه الا كتهرب من بلاصتها ما تقول ليش شي وحده جلس راه الناس هنايا فرنساويين وهزوا حوايجهم ومشاو للمغرب يخدموا عندهم دبلومات اوكي واخا اوكي كاين كل واحد قال كونوا شعوبا وقبائل تعرفوا كل واحد فين مشى عنده رزقه واخا كاين اللي حل لك المشاريع غير في بلاده وعايش مالك وكاين اللي يبغي يدخل البلاد الناس باش عساني ويعيش بخير واخا دابا الناس كنشوفوا بزاف ديال الناس كيهربوا من احسن بلد في العالم اللي كتقولوا نتوما كيفضل يغامر بالحياة ديالو باش يجي لهاد البلاد السعيدة كما كتقول انتينا ما كاين لا حرب هنا ما كاش بلاد سعيدة ما كاين لا حرب ما كاين لا حرب ما كاين حتى شي حاجة ما تقوليش راه هادو كنهدلك على هاديك البلاد الناس كتغامر بالحياة ديالها الناس مرا كتهز الرضيع كتجي في قوارب الموت واش كاين شي حاجه كتجي في قوارب الموت ايوا ايوا باغيه تعيش باغيه توصل لشي حاجه اللهم دير مشروع دير مشروع باغيه تعيش باغيه تعيش يعني في هذيك دوله امير المؤمنين ما صالحاش انا ما صالحاش
هذيك دوله ما حامل المؤمنين. حتى السعودي اللي عنده البترول ما قدرش يقعد تما. عاود تمشي للسعوديه، عاود تمشي للبلاد اخر. باوي راه في اي مكان هكا. انت مغربي مغربيه ياك؟ اي انت انا شلحه. مهم انتينا مغربيه، ايوا هضر لي على المغرب. الله يرحم لك الوالدين، ما تهدرليش لا على لا على فرنسا لا على على السعوديه، حنايا هكا نهضروا هنا على المغرب ياك. يا خويا انا كنجيب لك واحد المثال باللي كنت شفتها. ما تجيبليش المثال، كنهضروا على المغرب، خلينا في المغرب الله يرحم لك الوالدين ياك. الناس كيهربوا كتهز الرضيع ديالها، الالوف المؤلفه دابا الا فتحتي الحدود والله ما بقى تما حتى شي واحد في هذيك البلاد. في النظر ديالك علاش كي بنادم كيفضل كيغامر بالحياه ديالو 50-60% غادي يغرق في البحر باش يهرب من دوله امير المؤمنين؟ علاش؟ اش غادي نقول لك انايا؟ جيت نهضر لك قلت لي ما تهضريش. اش غادي نقول لك؟ على المغرب، على المغرب، على هادو، على المغاربه، على هاد المغاربه اللي كيحرقوا كيغامروا بالحياه ديالهم. ما تهضرليش على شي بلاد اخر. انا جاياني باللي هاد الشيء هذا حتى ما فيه حتى شي فائده وما لا لا جاوبيني وما تهربيش الاخت. ماشي كنتهرب انا قبيله، غير قبيله هضرت معاك. اعطيني الجواب، علاش هاد المغربي كيشبر قوارب الموت كيغامر بالحياه ديالو كيهرب من واحد الدولات سميتها دوله امين؟ ما كيهربش، كيبغي يخدم. يعني ما كاينش مي كيخدم كيدير اوراقه كيرجع، ما كيهربش. هذا اللي كيهرب كيدير لجوء سياسي. واخا واخا نقولوا ما يهربش، كيغامر بالحياه ديالهم لا ما كيغامرش. واش هذاك الى جا كلنا غامرنا وكلنا جينا وكلنا وصلنا. انت اصلا جيتي من روح تيراد الله يرحم يماتهم. هاد العياشه فازيدي ايش تجي فيا ثمين وعزن السي حميده ايش تجي قوات التاريخ كتقولها البلاد المغرب كتقول لك السعوديه. المهم، حافظ السلامة، أزود السلام عليكم.